اما هلا ليا بننتقل لفقرتنا الاخيره بحلقتنا الصباحيه لليوم. كثير بنسمع عن المسرح التجريبي رغم قلته، لكن شكل محطات مضيئه في تاريخ المسرح السوري كونه فن لا ينتمي الى شروط وقواعد. صار مليون بعد غياب لسنوات يعود المسرح التجريبي في سوريا في مديريه المسارح والموسيقى الى الجمهور بعرض جديد تحت عنوان حكايه من بلدي من تاليف جوان جان واخراج سهيل العقلي. اول شيء نقول لكم يسعد صباحكم واهلا وسهلا فيكم بصباحنا لليوم. صباح الخير، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيكم. بالبدايه رح نروح عند الاستاذ جوان وخلينا نحكي اكثر عن المسرح التجريبي، خلينا نحكي عن هالعمل يمكن اللي بعد غياب المسرح التجريبي صار له فتره يمكن او غير مطروح بالمجتمع السوري، خلينا نحكي عن النص، خلينا نحكي عن هاي العوده. طبعا مصطلح المسرح التجريبي هو مصطلح عالمي بنقدر نقول، وهو ظهر بسوريا بسبعينيات القرن الماضي بالوقت اللي كان في معظم الأعمال المسرحية اللي تقدم ضمن المسرح القومي هي أعمال ذات طابع تقليدي كلاسيكي، فكان لابد من وجود نوع آخر من المسرح بيعتمد على التجريب ابتداء من النص، من كتابة النص المسرحي مرورا بمختلف مراحل العمل المسرحي من أداء من إخراج إلى آخره. طبعا هذاك الوقت كان لابد من يعني وجود هذا النوع من المسرح، فكان وزارة الثقافة أنشأت إلى جانب المسرح القومي ما سمي حينذاك بالمسرح التجريبي، وكانوا رواده بهذاك الوقت الكاتب المسرحي سعد الله والنوس والمخرج المسرحي فواز الساجر، وقدموا الحقيقة من خلاله عدد من الأعمال. هلا بالثمانينات غابت هي التجربة إلى حد ما، وكانت تظهر يعني ما بين حين وآخر، ما بين سنة وأخرى، يعني وصولا حتى الوقت الحالي، يعني وقت بيكون في ضرورة لعمل ما أنه يعني بتنطبع عليه عناصر المسرح التجريبي بيظهر تحت مسمى المسرح التجريبي، وصولا إلى الآن العمل الأخير اللي بيني وبين صديقي سهيل اللي هو حكاية من بلدي. وهذا اللي بنحكي عنه، عن هي الشراكة أستاذ سهيل، لما نقول حكاية من بلدي ضمن إطار المسرح التجريبي، خلينا نحكي شو اللي بيميز هي المسرحية، وخلينا نحكي أهمية بطرحها من خلال المسرح التجريبي، لأنه أساسا نحن اليوم عم نشوف قلة، يعني نحن تطور السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي والانترنت، الناس صارت ما كثير ترغب للذهاب الى المسرح، ما عم تشوف يمكن فينا نقول الاقبال القديم، فهي كمان تجربه استثنائيه اليوم كمان ضمن الظروف الصعبه اللي نحن حاليا عايشينها. تمام. هلا هو اللي بيميز هي التجربه هلا، واللي حضرتك تفضلت انه في ناس هلا ما يعني من القلائل اللي عم يروحوا يحضروا المسرح الشعبي، بيقول هي جرأه اليوم على المسرح، هذا بيرجع لاسباب معينه. يعني احنا كلياتنا بنعرف انه المسرح الشعبي له تاريخه وله جمهوره وله محبيه. مرت فتره على البلد بعض الفنانين استخدموا المسرح الشعبي بطريقه تجاريه مشان زياده الربح. فشوه هذا المسرح، فحبيت انا يعني اني اعيد مسار هذا الجو اللي الناس كلها بتحبه، اللي هو قريب من قلوب الناس كلها. يعني المسرح الشعبي احنا دائما بنعرف انه بيخاطب كل الشرائح بالمجتمع، يعني ممكن اي شخص يحضر مسرح شعبي ويفهمه. وانا بوجهه نظري انه لازم انه يكون المسرح هيك توجهه، خاصه احنا تحت ظل هاي الظروف. هلا هذا المشروع اللي بينه وبين الاستاذ جواني اللي هي التجربه الخامسه، واللي هو فعلا يعني انا بوجهه نظري حقق يعني تقدم وحقق حاله جديده بيني وبين الاستاذ جوان. الفكرة البسيطة اللي بقدر ما هي بسيطة بقدر ما هي فيها عمق بتوجهها، مسرح شعبي حوار بسيط مع صورة شرطية، رايحين باتجاه الجروتيسك باتجاه الخيال. حبينا نقدم وجبة كتير ظريفة ومهمة، ونقول للناس انه رحنا حاجتنا وجع، حابين نضحك، حابين نغير جو بحالة مسرحية جديدة. خلينا لكن نروح ونشوف سوا بعض المشاهد من المسرحية ونرجع. خلاص لا حول ولا قوة إلا بالله.
هل أنت جاهزة؟ جاهزة يا مولانا. لنبدأ. مديدة. يا سلام. مبارك. مبارك الله فيك يا مولانا. والآن إلى الجنة. سيروا سيروا إلى الجنة على بركة الله. وهي نحن وصلنا على بركة الله. يبدو إلى جهنم والحمد لله. إيه والله لعملك عندومي والله. كورية إيه مصاصة متي أنت تعي والله للبكورية. تعي يلا تعي تعي لكورية هالجنة ما يلا فكي متواجه وانتظارة حركوا لعك هلا بساط الريح اسرع لي دغري ما بدك شيرا عجبني ما الله لا يوفق صوره يا بس شفتها السرنا اما فعلا سلاله كثير سالني انا والله سلاله تعرف يا حسن انت اثبتت انك رجل وطن وتخاف على بلدك وتخاف على بلدك يا حسن بس ما بعرف شو عم ساوي هون وما بعرف ليش حاسس انه هالدنيا مو دنيتي وهالناس مو ناس وكل شي حوالي عم شوفه غريب وعجيب وين المحبة اللي كانت بقلوب الناس وين النخوة وين الطيبة وين بحرات البيوت وين عرايش الياسمين يعني من بعد ما تابعنا هالمشاهد يا نور من المسرحية وهذا العمل خلينا نحكي أكثر مع الأستاذ جوان عن شو النص على أي أساس تم اختيار النص شو هي الفكرة يلي اختيرت كرمالها وخاصة يعني هلأ بوضع نحن شوي بحاجة مثل ما ذكر الأستاذ إلى بسمة إلى تنفيسة شوي من الأوضاع يلي عم نعيش فيها طبعا الهدف الأول من العمل بشكل عام هو تقديم وجبة كوميدية للمشاهد وجبة كوميدية خفيفة تعتمد على حكاية ممكن تكون حكاية شعبية تمتد زمنيا على مدى أكثر من 200 عام طبعا الشخصية تمتد زمنيا أيضا على مرحلتين مرحلة الاحتلال العثماني لسوريا ومن ثم السنوات العشر الأخيرة ومنشوف يعني ردود أفعال الشخصية الأساسية بالمسرحية اللي أداها الفنان زهير بقاعي شو ردود أفعال هاي الشخصية على ما يحيط بها من أحداث سواء بالمحيط الأصغر اللي هو المنزل والحي ويعني وصولا إلى على صعيد البلد بشكل عام أستاذ سهيل قلت في بداية حديثك هي مش الشراكة الأولى لك والأستاذ جوان خلينا نحكي شو اللي شدك بهي المسرحية وهيدا النص لنقول كمان بعد عودة للمسرح التجريبي لازم يكون في شيء لامسك بعتقد من خلال هي الفكرة الحقيقة توجهات النص بشكل عام النمط اللي مكتوب فيه الفكرة انه شخص بينام وبيفيق بعد 200 سنة الحالة هي بحال طبيعتها يعني بتفرض علينا جو الخيال فبالفانتازيا وبالخيال مبرر للمخرج مبرر للفنانين انه يعملوا كل شيء فانت ساعتها بتبحر بخيالك بتبحر بفلكك بتساوي كل شيء ممكن يخطر ببالك على الخشبة فهذا الشيء كان يعني ساعدنا كثير طبعا يعني انه احنا طالما في شخص شخصية البطولة بالعمل اللي حتنام 200 سنة وتفيق بعد منها هذا من الخيال فرحنا كل شيء صار فينا انه احنا نلاقي حالة ممكن تساعد بحالة كوميديا بحالة فنية فأكيد رح تكون مبررنا ويساعد بهذا الشيء لكن خلينا نحكي شو الفرق بين الإخراج المسرحي العادي والمسرح التجريبي هلأ هو الأربع أنماط بالمدارس بالإخراج يعني ما كتير بيختلفوا وإنما
يعني المسرح التجريبي هو انت يعني كلهم اعتمادا اضاءة ايضا، يعني في يمكن في في مسارح هي بتركز على هلا مو بالضرورة هذا الشيء. هلا احنا دائما لما بنشتغل اي عمل فني ممكن انت يعني تتقيدي بحالة معينة، اما المسرح التجريبي حصرا يعني فانت عم تجربي شيء جديد، عم تطرحي ان كان يعني على صعيد الاضاءه، ان كان على صعيد الديكور، الملابس، الاكسسوارات، هاي العناصر كلها الموجوده انت عم تطرحي شيء جديد فيها. فمن هون التجربه، وممكن يعني الحاله انه تكون ظريفه وممكن العكس تماما. يعني جوان كمان يمكن استاذ جوان نسالك نفس السؤال، هي مش الشراكه الاولى مع الاستاذ سهيل؟ نحن بنعرف انه النص يولد من خلال بداية كتابته، لكن يولد مرة أخرى على يد المخرج، هون بتكون طريقة الطرح للنص المسرحي مختلفة. شو اللي يمكن أضافه الأستاذ سهيل بهي المسرحية أو هي الشراكة لقدرت يمكن تعيد الكرة أو الشراكة؟ طبعا مثل ما تفضلتي حضرتك، الشراكة بيناتنا صار عمرها حوالي 15 سنة. قدمنا عدد من الأعمال، بديناها بمسرحية نور العيون، ثم أتت مسرحية الطوفان، ثم الضيوف، ثم وقت مستقطع، والآن حكاية من بلدي. الحياة يعني في حالة من التناغم الفكري والفني بيني وبين الزميل سهيل، وتبدى هذا الشيء بهالمسرحية يعني بشكل واضح جدا من خلال حضوري الدائم للبروفات وتبادل الأفكار سواء مع المخرج أو مع الفنانين الممثلين، من خلال اقتراحاتي اللي ممكن تطرح على صعيد أداء جملة أو أداء حركة إلى آخره، أو موقف درامي ممكن أنه يتطور أثناء البروفا، أو ممكن أنه ما يكون بالأصل موجود. طبعا هي الحالة بعتقد أنه أنتجت عمل نال استحسان الجمهور، ويعني كتير كنا نفرح وقتها كنا نسمع مجرد ما خلص العرض. صدى كيف كان على هي المسرحية الأخيرة؟ صدى الناس تمام هذا اللي عم أقوله. في كتير ناس مثلا حضروا أكثر من مرة، عدة مرات، وكنا ننبسط كثير بنهايه العرض وقتها نسمع الناس بينات بعضهم عم يتفقوا انه بدهم يجوا ثاني يوم يحضروا، او بدهم يقولوا لاقربائهم او اصدقائهم انه يجوا يحضروا هي المسرحيه. وهذا الحقيقه هدفنا، يعني هدفنا من خلال هذا العمل بالتحديد انه نتوجه لاكبر شريحه ممكن من الجمهور. نعم، خلينا ننتقل عند حضرتك ونحكي يمكن انتقاء الفنانين على خشبه المسرح، خاصة انه هلا يعني بتحس نحن بوقت، ما بعرف اذا بتوافقني الرأي استاذ جوان، انه نحن بحاجة لجذب الناس الى المسرح، اعادة المسرح السوري الى رونقه مثل ما كان من ايام قبل، وخاصة نحن هلا بعصر السرعة والسوشيال ميديا وكل شيء يمكن صار على بهالموبايل بنحضره. خلينا نحكي عن انتقاء الشخصيات اللي هن بيمثلوا هيدا المسرحية، بيمثلوا تعب الفن الكاتب والمخرج، و يمكن بيجذبون لهدول الناس. هلا الحقيقه هو النص طبيعته، اي طبيعه هذا النص تحديدا تفرض علي انه انا جيب فنانين يلعبوا هاي الشخصيات، فنانين محددين. برايي مو اي فنان قادر على انه يشتغل بهذا العرض تحديدا. العرض فيه 35 شخصيه عم يلعبون 10 ممثلين. الممثلين انا لما اخترتهم قدر الامكان هن رفقاتي، يعني وفي صداقه قديمه يعني بيناتنا من الطفوله، يعني ان كان الاستاذ زهير بوقاعي ولا الاستاذ بسام دكاك ولا تاج الدين ضيف الله، ولا بوجه لهم تحيه طبعا كلياتهم اصدقاء، فانا بعرفهم يعني قدراتهم، وبعرف كل شخص. يعني هلا مثلا مثل بسام دكاك هو بحال طبيعته، هو بالحياه الطبيعيه هو شخص كوميديان، يعني دائما وين ما دخل بيعمل حالة من الكوميديا، حالة من الفرح، عنده سرعة بديهة كتير قوية، بيدخل الفرح، يعني احنا قعدتنا بيدخل لنا الفرح. فقررت اني انا يعني استغل هاي الحالة الموجودة عنده. ونفس الشيء الفنان انس الحاج، فلعب الكاركترات، احنا لما عم نلعب كل شخصية عم تاخذ 3-4 كاركترات، بده يكون الفنان عنده خبرة كبيرة بالمسرح وشاغل كثير. تماما، لانه يعني اليوم نحن عم نشوف بالاداء المسرحي لما تقول في عندك ممثل متمكن عنده قدرات هائلة، لانه مختلف عن دراما فيني اخطئ اعيد المشهد، هون لا، كل الحواس تماما لازم تكون. تماما لما عم ياخذ اكثر من شخصية كيف فيني انا اطلع من الشخصية الكاركتر وارجع؟ هون الصعوبة، يمكن الصعوبة بده يكون في عنده خبرة، بده يكون في عنده تجارب سابقة كثير حتى يقدر يشتغل هيك شخصيات. يعني هو عم يطلع من شخصية، طبعا الشخصية هي لحم ودم وروح
وشخصيه اخرى بنفس يعني تماما عم يطلع منها عم يفوت دغري بنفس اللحظه بشخصيه ثانيه. فهي يعني بدها خبره كبيره وصعبه بشكل يعني مو اي فنان ممكن يشتغل هذا هي الشخصيات. نعم اكيد نحن بدنا نتمنى لكم التوفيق باعمال جايه وشكرا كثير لحضوركم معنا وموفقين ان شاء الله بالخطوات اللي قادمه. شكرا لكم. اكيد نتمنى لكم التوفيق ونتمنى دائما هي الشراكه تثمر على عن اعمال جميله وتجذب الجمهور كالعاده. شكرا كثير. شكرا لكم.